السلام عليكم. تنشكروا موقع زايو سيتي اللي تيجي عندنا كل سنه. انا هذا العام هذه السنه هذه اللي تتعرف امتيازات بزاف اللي تنشوفوا كاين زياده وكاين كاين تغيير ديال شي كتب. وهذه السنه كان البائع كاين التنظيم وتنشوفوا كاين التنظيم وكاين الجديد اللي كاين زياده الاسعار. هذا هو الجديد اللي كاين وزياده كاينه بالنسبه ديال 110 في الدفاتير اللي كانت الوزاره الوصيه اللي كانت قالت بان ما كاين زياده، ولكن تنقولوا للمواطنين بان الزياده راه كاينه 110 في الدفاتير والادوات تقريبا 10 دور ودرهم اللي فيهم زياده. وكاين انا عاوتاني احنا البائعين هنا كاينه شويه ترخيص اللي تنعدلوا الاثمنه. وهذا العام ما كاينش الاقبال بحال السنوات القديمه اللي تنشوفوه بزاف. كاين نقص بزاف ديال المواطنين اللي ما تيحضروش معنا، هذا العام اللي ما تقداوش علينا. وكانوا عندنا الناس بزاف اللي خرجوا ولادهم على الزياده، قال لك الزياده ما نقدرش نقري ولدي. وتنطلبوا الدوله تساند المواطنين لان الزياده بزاف اللي كانت تقريبا 110 في الدفاتير اللي كان الدفتر بالجمله كان تقريبا ديال 200 اللي كان داير 8 درهم 7 درهم الجمله، دار هذا العام 14 درهم ونص بالجمله. بزاف الزياده بالنسبه 120% تقريبا. وكاين اللي عنده خمسه الوالد كاين اللي عنده خمسه الاولاد اللي مشكله باش يصرف عليهم، وكاين اللي عنده اربعه كاين اللي عنده ثلاثه. وتنطلبوا المواطنين يعاونوا بيناتهم اللي يعاونوا اللي ما عندوش وتنطلبوا المواطنين يتعاونوا بيناتهم بالكتب القادمه يتبادلوا بيناتهم في الكتب. وراه ما كاينش تغيير في الكتب الا واحد الكتاب ديال المات اللي كاين في الملحقه. وشكرا تنشكروا زايو سيتي على هذه المبادره ديالهم الطيبه اللي تيجيو عندنا كل سنه. وشكرا. احنا كبائعين موسميين كل عام كنخدموا هذا الشيء ديال الكتب وديال الدخول المدرسي. بالنسبه للزياده هذا العام كانت واحد الزياده اللي يعني ماشي في المستوى، حيت مع الثمنات ديال العام الاول ماشي هو ديال هذا العام، زياده يعني بالنص من الثمن ديال الجمله ماشي هو الثمن اللي كنا كنجيبوا به العام الاول. والناس يعني باش كنتعاملوا معاهم كنلقاو معاهم صعوبات، ما كيصدقوناش باللي الاثمنه زادت. وداك الشيء المشكل ديال المسؤولين ماشي ديالنا حنايا، هما اللي متكلفين بهذا الشيء وكيروجوا اخبار كاذبه بالنسبه باللي انا كاين ثمنات مستقره والاثمنه جد باهظه، يعني الاثمنه جد باهظه لكن شي حوايج اللي تزادوا بزاف. والله يحسن العون المسكين واللي عنده ربعه النفوس وخمسه النفوس، راه الله يحسن العون. وما كاينش شي دعم لهذا الشعب المتضرر. زعما بالنسبه ليا راه كيجيو شي ناس اللي متضررين بزاف، وحنايا حتى حنا كبائعين اللي ما عندناش الجهد، حتى حنا تابعين لوازم، تابعين يعني مسؤوليه، خصنا نخلصوا شيكات، خصنا نخلصوا يعني بزاف. وواحد راس مال اللي خصنا نجمعوه في واحد الظرف اللي بسيط، وواحد راس مال اللي يعني راه تبارك الله يعني راه ماشي ساهل يعني، فهمت؟ واش غادي نقول، كنطلب من المسؤولين يشوفوا حق المواطنين وحق الناس المضرين، وما يشوفوش غير الناس اللي عندهم يعني صالير مضمون يعني قادرين باش انهم يوفروا لاولادهم وكذا. راه كاين الناس اللي ما عندهمش مساكين، ما عندهمش دخل مستقر باش غادي يوفر الابناء ديالو ويوفر المعاش ديالو. الله يحسن العون، والله يكون في العون، والله يجعل شي ساعه ديال الخير اللي تبدل علينا. وهذا الشيء ما غادي نقول، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني مقارنه مع السنه الماضيه وحاليا كنشوف الاقبال ماشي شي اقبال بحال العام الاول، حيت الناس شايفه الاثمنه تبدلت عليهم بزاف. وخلي كنظن والله العظيم لا اله الا الله الناس راه كنقول لك على كاين اللي عنده اربعه النفوس، كاين اللي عنده خمسه، كاين اللي عنده، راه صعيب الحال باش غادي يشري له ربعه المحافظ وغادي يشريهم بالمقررات كاملين وغادي راه زعما الله يحسن العون. راه واش غادي نقول لك، كنطلبوا من ربي ونزل شي بركه وصافي، لا اله الا الله محمد رسول الله. ولا السبب ديال الاسعار حاجه باينه راها من الفوق ماشي منا حنايا، حنا تابعين السلسله، فهمت؟ حنا تابعين السلسله، حنا ما كرهناش نديروا واحد الثمن اللي يرضي الجميع. حنا نشيطنا واحد البركه وتا الناس يعني تا هما يجيهم داك الشيء يعني كما الداري كما كانت العاده. دابا والله العظيم الا كاين شي دفاطر اللي يعني ما يستاهلوش داك الثمن، كتلقى الدفطار تبارك الله واش غادي نقول لك راه واصل 20 درهم، واصل يعني راه كنت ذاك 20 درهم راك كنت غتشري بها اربعه دفاطر حتى ثلاثه دفاطر.
ثلاثة دفات أربعة دفات. دابا راه تبارك الله واش غادي نقول لك، لا إله إلا الله. كنتمنى إن شاء الله هذا الشيء ما يبقاش ويشوفوا يعني بواحد العين ديال الرحمة ويرخفوا شوية على الناس ويخليوا الناس تعيش في سلام. راه الناس ضرت بزاف والناس واكلة الدق بزاف، والله يجعل شي ساعة ديال الخير.